سهر الوقت وسهر لسه ما اتصل. يا ربي أنا لازم أحكي معه. طولي بالك خالتي، ما في داعي تخافي هيك، أختي قالت ما في شبكة، يمكن هذا هو السبب لهيك أخي ما قدر يتصل لهم. لا لا شينو، بالي كتير مشغول على ساهر. ساهر ساهر أكيد واقع بالمصيبة. شينو أنا لازم أحكي مع ساهر بسرعة فورا، ابني اتصلوا فيه. ماشي خالتي، أنا رح أحاول اتصل معه. موبايل السيد ساهر ما عم يعلق معي. شفت شفت قلبي كان حاسس، ساهر واقع بمصيبة كبيرة. ساهر يا خالتي لازم تهدي حالك، هاي مو أول مرة بيروح فيها لحاله صح؟ هو كان عايش لحاله برات البلد صح؟ كمان هاي المرة خالتي هو بعيد عنك، وكمان يا خالتي هو راح ليرجع فدية لهون، أكيد ما رح يصير له شي هني. حكيك مزبوط شينو، بس ما بعرف ليش أنا مشغول بالي عليه. يا ابني أنا حاسك أنه ساهر ساهر ابني عم بيبعد عنا. ما رح يصير له شي، ما رح يصير له شي خالتي، أنت لا تخافي. شينو اهدي شينو. روقي خالتي روقي، ما رح يصير له شي، ما في داعي تخافي هيك، أنا متأكد خالتي أكيد هو وصل لهنيك وما صار له أي شي. حاولي تنامي هلا. مزبوط مثل ما بيقولوا بالعادة إحساس الأمة بيخيب. اي نعم يا خالتي، ساهر رح يبعد عن العيلة كلها، عم يبعد لدرجة ما رح تقدري تشوفيه مرة تانية صدقيني. لأنه مات. يا ربي بسرعة نحن رح نخسره. ايه أنا سندورة. تفضلي مدام. ساهر مات أكيد؟ ايه مدام، من المستحيل يرجع يعيش. عملنا يلي بدك اياه، ضربناه ورميناه بالمي. أنت يعني شفت جثته بعينك؟ ايه ايه، الناس لما طلعوا كانوا عم يقولوا إنه مستحيل يعيش، هو كان ميت تقريبا. لا تخبرني شو كانوا عم يحكوا الناس عن حالته. اللي اذا انت لمسته وتاكدت بايدك، اللي انت لمسته بايدك وتاكدت انه ميت، ليش ما عم ترد؟ لا ما تاكدت. لكن روح روح بوشك على المستشفى وتاكد فورا اذا ساهر ميت مثل ما قلت لي هلا ولا لا، واذا هو لساته عايش وشو هي حالته. بدي اياك تعرف كل المعلومات، واذا ممكن يعيش وفدية شو عم تعمل، ما بدي عينك تغيب عنهم. روح بسرعه. طيب مدام رايح. غبي. هي من أمتى هون؟ مصيبة إذا سمعتي اللي كنت عم أقوله. فيكي شي خالتي؟ قليلي فيكي شي؟ ليش ما نمتي لهلأ؟ سندورة أنا ما عم بقدر نام بالمرة بصراحة، بنتي بالي كتير مشغول على ساهر. إيه صح، قليلي بنتي ما في أي أخبار لهلأ عن ساهر وفدية؟ عم تخبي شي عني؟ هو بصراحة يا خالتي طلبت من عالم بعرفهم إنه يديروا بالهم على ساهر ويعرفوا لي وينه وبأي مكان، بس لحد هلأ أنا ما بعرف أي شي عنهم. أول ما يوصلني شي خبر عن أخي رح خبرك فوراً، أنت لا تشغلي بالك. ما بعرف ليش هالمرة بالي مشغول زيادة على أخوك. ماشي أنا رح روح نام حبيبتي، بترجاكي إذا عرفتي أي خبر جديد إنك تخبريني فوراً. إيه أكيد خالتي، إذا أنا عرفت أي شيء رح خبرك فوراً، لا تشغلي بالك.
يا روحي انت لازم تصير منيح كرمالي، لا تتركني لحالي. يا رب دخيلك تنجيلي يا رب. لو سمحت. نعم دكتور. خليك عم تراقبه. حاضر دكتور. تعالي معي. اللي دكتور كيف وضعه هلا؟ الجرح اللي براسه غميق، نحن عم نعمل كل جهدنا. انت بتعرفي الجرح خطير كتير. مهمتي خلصت مدام سندورة، ساهر ما رح يعيش. روح من هون، روح بسرعة. بسرعة. صدقني إنه في واحد بعائلتنا بده يأذيك، بده يقتلك مشان ياخد كل شيء بتملكه. مين هو؟ قولي لي مين اللي بده يقتلني؟ أنت مين قصدك فيديا؟ أختك سندورة. أنت بكل مرة كنت تلمسكي فيها، كنت تحط الحق على أختي المسكينة. كل شيء صار بهذا البيت كان وراه شخص واحد وبس. سندورة. مو أنا اللي كان ورا كل مؤامرة صارت، سندورة ورا كل شيء. والشخص الثاني المشبوه اللي أنا شاكك فيه كمان أختك المدام سندورة. سندورة سندورة. الشغلات اللي لفقتي لي إياها أنت بنفسك عملتيها مدام سندورة. روح من هون، روح بسرعة. يلا صدقني في واحد بعائلتنا بده يأذيك، بده يقتلك مشان ياخد كل شيء بتملكه. سندورة سندورة سندورة. الشغلات اللي لفقتي لي إياها أنت بنفسك عملتيها مدام سندورة. مو أنا اللي كان ورا كل مؤامرة صارت، سندورة ورا كل شيء. صدقني في واحد بعائلتنا بده يأذيك، بده يقتلك مشان ياخد كل شيء. كان ورا شخص واحد وبس. سندورة أختك. الشغلات اللي لفقتي لي إياها أنت بنفسك عملتيها مدام سندورة. أختك المدام سندورة. سندورة ورا كل شيء. سندورة سندورة. أختك سندورة. يا ربي بسرعة أعطيني الإبرة. تفضل دكتور.